وان شاء الله ربي ينجحك ان شاء الله ربي يكون ولد العير ان شاء الله يا ربي يكون في عونه وفي عون المخلوقات والمخالق وإحنا معه ان شاء الله يا ربي. بدعوات مستمرة من والدته والتي كانت فاتحة خير على محمد في يومه الأول لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا بأحد المراكز ببلدية مدغوسة بتيارت، فرغم أنه من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه يرفع التحدي من أجل النجاح. كما أنا أدب فلسفة هي قاعد ما ود تعطيهم أهميتها يعني. كما اللي تركز عليهم بزاف كما الادب الفلسفه والاجتماعي التاريخ والجغرافي نوت الصباح صليت كي رجعت شويه وراك نروح ان شاء الله يكون سهل. محمد ومن خلال الأيام الماضية وبمرافقة والدته كان منهمكا في مراجعة دروسه والتحضير لهذه الشهادة التي يراها أملا في تحقيق أمنيته لدراسة الحقوق. كان يحفظ سيمانة ولا زوجه هو والله ما خرج إن شاء الله نطلب له ربي النجاح قاعد الجميع ولي إن شاء الله يا رب الله ولدي الله ينجحه والله يقلع عليه الغلب إن شاء الله يا رب كون ربي في عون إن شاء الله يا رب لا يقلع عليه الغبينة هذه اللي نقولها لهنا ما تملهش تم لها ركابية هي ولدي. البكالوريا كما قال مجرد اختبار عادي ما واحد يدير اللي عليه واللي كاتبها ربي محامي محامي هاي هكا مليحة فيها العدل وفيها واحد يكون عادل كما قلت مع ربي ومع الناس. محمد لم تمنعه هذه الإعاقة رفقة بعض من إخوته من مواصلة مسيرته الدراسية حيث تركناه والعزيمة تحذوه للظفر بهذه الشهادة وافتكاك تأشيرة المرور إلى الجامعة لتحقيق حلمه.